اللي هي بعدها ما عندها. يصل لهم ما هي كبيرة ويعرفون التدبير وصبارة يعني الظروف كاملة القاسية، اسوى الشدد اسوى الفقر اسوى أي شيء. أنا عن هاي البلد مع ثرواته مع وسائله يستحق أحسن مما هو لي. لا نقول هم أن هاي الظروف اللي فيها اليوم عن معارضة ديمقراطية خاصة الأحزاب الخمسة اللي كونوا هاي المعارضة اللي هو حزب اتحاد من أجل اتحاد القوى التقدم اللي هو حاتم اللي هو تجمع من أجل الإسلام اللي هو التواصل اللي هو حزب القوى الديمقراطية. هاي الأحزاب الخمسة اجتمعت مرات وحلت الأوضاع وارتأت عن غرور الإسعاف وتدهور الظروف المعيشية وغياب الدولة على الصعيد الاجتماعي عن هذا عن منذ الخطورة. وجبنا رئيس الجمهورية مرات وطلعنا على هاي الأوضاع وقلنا له اهتمامنا بيها وانشغالنا بيها وخطورتها بالنسبة لنا وعدلنا مؤتمرات صحفية بيها من هاي الأوضاع يا ما تؤخذ بعين الاعتبار ويا ما الحكومة تأخذ مسؤوليتها على عاتقها. وعدلنا أكبر مهرجان قد شهدته العاصمة يوم 31 أكتوبر المصري وقلنا فيها عن يجب على الحكومة أن تأخذ مسؤولياتها بجدية واهتمام. وهذا ما قصد بمدينة دماغية لا ينشأنا ولا قصد نبيه إياك توه نقول ننقض الحكومة عند ريادة المقومة بهذا يقال ارتأينا عن الظروف من ما هي قابلة مثلا للتبرع وأن الحكومة اقترحنا اقتراحات من موسى قلنا لها أولا عن هاي الأسعار حب ما في جدل عم في ارتفاع الأسعار العالية الأسعار العالية في ارتفاع النفط في ارتفاع بعض المواد كيف أرز كيف السكر إلى آخره. ما في جدل ما في ما حل الدماغ غير مدري. قلنا الحكومة عم في اللي ينقال التواطؤ الغير مشروع بين بعض المستوردين الكبار اللي ينقال هوري لي زانتانت سيليسيت على يعود مدام ياسر متفقة رسميا وضمنيا على حد أدنى من الأسعار الشيء اللي يتنافى مع التنافس هي الليبرالية وكل مثلا صيغة اقتصادية عند منطقة والليبرالية ما تصح يكون نعود في تنافس نعود في تواطؤ على الأسعار وعلى حساب المستهلك هذا مثلا هاي عاد ينقال التواطؤ غير المشروع والله ينقال نوع من الاحتكار. هذا من جهة من جهة أخرى قلنا الحكومة إذا ما صحت الإدارة وإذا ما كافحت الرشوة المهمة لا يصلح. وقلنا الحكومة عنها أيضا فيه تفعيل ضروري في ظروف صدمت على الأقل يعود فيه ضغط على هذا المستوردين ياك يتحتم عليهم عنهم الموضوع
ممكن القول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. من بعد 41 أكتوبر جاء ارتفاع للبنزين وجاء ارتفاع للغاز، خاصة الغاز هذا اللي تستعمل الناس من الصين والاتحاد، وجاء ارتفاع بالكهرباء يصل إلى 21%، وجاء ارتفاع للطوب الماء. كان مثلا تلقى معارضة ما هم هذا الشيء، فإذا بين اليوم تحت مرور حقيقة مضطربة نحن في معارضة ديمقراطية ما نقول لها ولا نبقوها ما نبقوا يخلق فيها شيء لا هي يهدد الأمن ولا نبقوا يخلق فيها شيء لا يعود من شأنهم أنه توجه مواجهات بين المواطن والسلطة، يكون ليضعوا فيه لا مواجهات فكرية ومواجهات بنسب مصلحة، كلها عنده رأي وكلها عنده توجهه واللي منهم اللي يسمع الحق يا ضايقنا. وهون الحكومة تعاملت مع هذه قضية الصورة ما هي مرضية. أولا ما سمعت الولاء اللي عدوا في المعارضة، وقلت أنا شخصيا قلت في هذا المهرجان قلت اسمع مبكينة كلام مبكينة لا تسمع كلام ضاحكينة، وخلعنا خلقوا مواجهات كثير من المدن والبلاد لا تسكنوا عدد أمر جيقني نعمة تنبتها لعيونه كيف كان قصة وكان قصة خلعنا سقط شهيد الأخ شيخنا وبطالب النافع وبوراني باسمكم وباسم الموريتانيين كاملين عزيهلو وراجلهم إن شاء الله الصبر والسلوان في هذه المصيبة العظيمة. وطلبت اتصالات بما بين بينهم الجزيرة عن يخلق تحقيق صادق من أجل معرفة المسؤولية عن هذا الرقيب، وراجل الحكومة أن تستجاب لهذه المبادرة. والحقيقة في ياسر من الأشياء التي تعدى بهم مثل ما قلت في قضية أولا الكهرباء ما في ضرورة الرجوع، إذن معناها أنه لا في مجال اليأس إذا كانت الحكومة حقيقة وهذا هو اليوم يعود الموقف تريد الإصلاح وتريد مثلا الرجوع للحق، الرجوع للحق حق، والمعارضة دائما داعية لنهج هو نهج حوار ونهج أخذ بعين الاعتبار ذاك اللي هو في مصلحة موريتانيا، اللي هذا هو اللي يخدم الاستقرار وهذا هو اللي يخدم مصلحة الشعب الموريتاني وهذا هو اللي مولي تقد مدى توافق عليه. يبقى تقد مدى توافق على شيء ما هو صالح ولا تقد توافق على شيء لا هو ما هي المصلحة لا توافق عليه شيء منها ما هي المصلحة هم تولاد يجتمع على ضلال. هذا هو ضروري جدا جدا. وحقيقة رئيس الجمهورية هو اللي الله يعود عليه مسؤولية كاملة يالله يأخذ بعين الاعتبار هاي الظروف ويؤمن بتغيير الأسلوب وتغيير وتقيم الأشياء والمعارضة غادي مستعدة للحوار من أجل إيجاد صيغة لا تجاوزنا هذه الواقع اللي احنا فيها وتأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين المطالب المشروعة حقيقة بدون ما يقدر يخلق استقرار ولا يقدر يخلق
ben bu izinler verdi.